التوسيع اليوم أمامك يا بشمات علي في هذه الكرة من هذا الصغير الذي كان مفاجأة عمراني، فرصة كبيرة للشباب. هاي الإعادة، هاي الانطلاقة، وسع بالغ في القائمة الثاني بوسلي يسدد والقائم يرفض، القائم يرفض كرة الشباب يدريس. آي 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 على الفرصة الأولى تسديدة، شوف تسديدة بالمليمتر، عطى الكرة ضربها افيك ايفي يعني سند، ولكن الخطر البلوزداد الأحمر قادم جانبية جانبية، هذه التسديدة التي كانت قوية شعال، غاضب بن زملاؤه، غاضب لأن المساعات لا تترك لسعيود، هكذا قال شعالي زملاؤه. سعيود من نصف فرصة، من نصف زاوية، شاهد كيف سددها بقوة، تلمس الشبكة، توز الشبكة، وليس ولكن ليس من الداخل. عزو الذي تفوق للحظات الشباب أكثر حضور في وسط البيت، صعبة خطيرة، ماذا أراد أن يفعل بالغ؟ أراد أن يرفع فوق رأس شعال من دون انتظار. جيدة هاي هنا خروج مراد المدافع، حاول أن يروضها، حاول أنه يروضها، لا لم يفكر فيها. بندبكا قدم هذه الكرة للبرتيب، صعبة 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 صعبة، الفرصة مواتية، التوزيع السويبع من أول فرصة، من أول كرة تصلها يضعها في الشباك، انطلاقة من المولودية على الجهة اليسرى، التوزيع وضع الكرة فوق رأس السويبع، السويبع لا يرحم داخل منطقة العمليات. قلنا هل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؟ عاصفة المولودية تأتي برأس السويبع بعد هذه اللقطة وهذه الانطلاقة، يؤكد الفعالية الكبيرة جدا. تركوه يدريس وحيدا، تركوه من دون مراقبة، والسويبع لا يرحم أبدا. هاي الإعادة، كيف كانت الانطلاقة؟ كانت التوزيع للعدوش، العدوش وضع فوق رأس السويبع في القائم الأول، السويبع يضعها في الشباك ولا تبلع. قصد لا، ولكن في اللقطة الأخيرة شفنا أنه كان شوية بعيد. التسديدة والهدف، التعادل لشباب الوزداد، أي تسديدة وأي هدف وأي كرة سددها قذيفة تعكس الغضب البلوزدادي، تعكس الإصرار البلوزدادي، تعكس الجرينتا البلوزدادية، ليس في هذه المباراة فقط بل في هذا الموسم بضغطهم الرهيب، أخرج كل الضغط الرهيب من قدمي فيها بهذه القذيفة القذيفة القذيفة. شعال لم يتمكن من فعل أي شيء، هو شتل روض وسدد شعال، ارتمى ارتقى تمدد، ولكن كانت القوة، كان الإصرار، وكان التعديل البلوزداد هو حد أيها